وأنا كمان قصدي السيارة جاهزة وأنا رح روح وصلكم. ما في داعي تعذب حالك، كريتيكا وأنا رح نخلي الشوفير ياخذها. شو هاد؟ جيت على قصر عائلة لوترا وقطعت كل هالطريق من بيتهم، وأنا كمان السيارة جاهزة، أنا رح وصلكم. عملت هالشي كرمال بريتا، كان بدي خلي بريتا تنعجب فيني، كان بدي أطلع بطل بنظرها، بس بريتا ما اهتمت فيني بالمرة. بس كاران لوترا، أنت مانك بس مجرد لاعب كريكت ومشهور كتير، لا وكمان أنت شاب منيح، واضح إنه ما كان بدك تهرب أبداً. صح نحن منتخانق كتير، بس هالموضوع ما بيعني إنه أنا خليت الشرطة تجي لهون وخليتها تقبض عليه. لو سمحتي أنت ما تفكري، إذا أنت ما اتصلت معناتها شيرين خبرته. حتى لما بعمل كل جهدي ما في أي شيء بيمشي لصالحي ولا بشكل. لاعب الكريكت التافه هداك هلأ موجود بالسجن وما قدرت أعمل شيء، ولو كان هون ما رح أقدر أعمل شيء ولا شيء. وفوق كل هاد، من ناحية كان كاران عم يحاول إنه يمسكني، ومن ناحية تانية بريتا عم تلحق شيرلين. ليش يا بريتا؟ ليش؟ ليش أنت بدك توقفي ضد شيرلين دائما؟ ليش ما عم تفهمي إنه إذا مسكت شيرلين أنا كمان رح أقع بمشكلة كبيرة؟ يعني إذا وقعت شيرلين بمشكلة أنا كمان رح أقع معها، وإذا حاولتي تكشفي سرها رح تكشفي سري كمان. ليش ما أنك عم تفهمي يا بريتا؟ وليش عم تلاحقيها على طول؟ مو معقول. أنا لازم أعمل شيء، لازم أفكر ولاقي شيء طريقة تحل لي كل مشاكلي. وكمان عندي كريتيكا، هي وبريتا رفقات، وهذا الشيء بيعني إنه كريتيكا ما أنا خطر علي. بس بريتا وشيرلين هنن أكيد مانن رفقات بالمرة. بس بتمنى من كل قلبي، أنا بتمنى إنه بريتا وشيرلين يصيروا رفقات كتير. إذا صار هالشيء أكيد ما رح واجه مشاكل أول ما يصيروا هدول الثلاثة رفقات، بريتا وكريتيكا وشيرلين معهم كمان، وقت حياتي رح تستقر. أكيد رح يصيروا هدول الثلاثة أميراتي، ووقتها رح يعيشوا معي بسعادة تامة. شيء حلو كتير. مرحبا بريتفي. بريتفي، نحن فينا نحكي مع بعض؟ قوليلي. أنت كنت متضايق مني لهيك أجيت كرمال أعتذر منك. متضايق؟ مين؟ أنا؟ أمتى؟ عن جد؟ عن جد؟ مانك متضايق؟ ليش صار شي؟ ليش لا تضايق؟ ما بتذكر صار شي.